المتحف النباتي تم افتتاحه في مارس 2008، يضم 4 قاعات، القاعة الأولى عن الإنسان والنبات، القاعة الثانية غابة طباشيرية، القاعة الثالثة آلية عمل النباتات، والقسم الرابع والأخير يتكلم عن عجائب وغرائب النباتات. القسم الأول الإنسان والنبات وفوائد النباتات للإنسان من حيث بالعقاقير الطبية، استحضارات التجميل، الأغذية، الآلات الموسيقية، الملابس، هاي كلها يتم جلبها من النباتات. القسم الثاني غابة طباشيرية، غابة مصغرة كانت موجودة أيام عصر الديناصورات، تم توفير المناخ، درجات الحرارة المناسبة، التربة لتنمو هاي النباتات اللي موجودة عندنا. القسم الثالث آلية عمل النباتات، يوضح كيف يعمل النبات من حيث صنع الغذاء، توزيع الغذاء على باقي أجزاء النبات، عمليات التلقيح اللي تتم في النبات. القسم الرابع عجائب وغرائب النباتات، يحتوي على أكبر شجرة يتم عرضها، وأيضا النباتات المفترسة ورائحة تصدرها النباتات للحفاظ على نفسها من الحيوانات.